أهلا بكم من جديد. كشف مصدر مطلع لتلفزيون سوريا عن قبول قوات سوريا الديمقراطية شروط المجلس الوطني الكردي لاستئناف المفاوضات الكردية المتعثرة منذ قرابة نصف عام، وذلك بضغط أمريكي. هشام نور التفاصيل. بعد تعثر دام نحو 6 أشهر، تبدو الجهود الأمريكية لاستئناف الحوار الكردي بين المجلس الوطني الكردي وقوات سوريا الديمقراطية على قدم وساق. مصدر مطلع كشف لموقع تلفزيون سوريا عن قبول قوات سوريا الديمقراطية شروط المجلس الوطني الكردي لاستئناف المفاوضات الكردية المتعثرة منذ قرابة نصف عام، بعد إبلاغ نائب المبعوث الأمريكي ديفيد براونشتاين المجلس الوطني الكردي أن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية وقائد قسد مظلوم عبدي وافقوا على شروط المجلس الكردي لاستئناف المرحلة الثالثة من المفاوضات المتوقفة منذ نهاية العام الماضي. ضمانات طالب بها المجلس الوطني الكردي لتنفيذ شروطه واستئناف المرحلة الثالثة من الحوار مع قسد وإشراكه في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، منها وقف الانتهاكات بحق المجلس الوطني الكردي وأعضائه، لا سيما الاعتقالات وعمليات الخطف ومهاجمة مقار المجلس وأحزابه، ووضع جدول زمني لمناقشة كل الملفات بالتزامن مع وقف التصريحات الإعلامية العدائية من قبل طرفي الحوار، فضلا عن الالتزام ببنود اتفاق الرؤية السياسية المشتركة الذي أعلن عنه في حزيران عام 2020. عودة ديفيد براونشتاين نائب المبعوث الأمريكي من جنيف إلى سوريا مطلع الشهر المقبل قد تكون موعد انطلاق المفاوضات، وبحسب مصادر خاصة فإن الإدارة الأمريكية متمثلة بنائب المبعوث الأمريكي تمارس ضغطا كبيرا على قائد قسد والإدارة الذاتية لاستئناف المفاوضات الكردية وإنجاحها. فهل يكتب للجولة الجديدة النجاح في ظل المعطيات المتسارعة؟ وهل تدشن إدارة بايدن عودتها القوية إلى الملف السوري من البوابة الكردية؟ نناقش هذا الموضوع مع عضو المجلس الوطني الكردي فؤاد عليك، وهو معنا في الاستوديو، وأيضا ينضم إلينا من باريس الصحفي باز بكاري. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك سيد فؤاد عليكو، يعني ما هي الدلالات على عودة استئناف المفاوضات والحوار الكردي مجددا في هذا التوقيت؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة الدلالات هو ما تفضل به المبعوث الأمريكي، وحصل لقاء بين المجلس الوطني الكردي والمبعوث الأمريكي وقائد سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، واتفقوا على نقاط لبدء المفاوضات. فأعتقد هلا حاليا متوقف بسبب سفر المبعوث الأمريكي إلى جنيف ومن ثم إلى واشنطن، ووعدنا بالعودة وليستأنف المفاوضات ضمن نقاط محددة. نعم. من هذه النقاط مثلا بدء المفاوضات من حيث انتهت، أن لا نعود للوراء. ثانيا الالتزام بالوثيقة الموقعة من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي في 22 كانون الأول 2019، ووقف الحملات الإعلامية وعدم حدوث انتهاكات جديدة بحق المجلس الوطني الكردي، وعلى أن يكون المفاوضات بمدة زمنية محددة وليس مفتوحة إلى لا نهاية. ضمن هالشروط قبل المجلس الوطني الكردي، ونحن ننتظر المبعوث الدولي المبعوث الأمريكي لحتى يتم استئناف المفاوضات. نعم، يعني سيد فؤاد عليكو، هل تتوقعون يعني أو هل هناك ضمانات قدمت من قوات سوريا الديمقراطية أو من المبعوث الأمريكي للمجلس الوطني الكردي بخصوص عدم إجراء أي انتهاك بحق المجلس؟ نعم نعم، هناك تعهدات بأننا سوف نلتزم ضد أي انتهاك يحصل بحق المجلس الوطني الكردي، هذا موجود. نعم. سيد باز بكاري أرحب بك مجددا. برأيك لماذا قبلت قوات سوريا الديمقراطية شروط المجلس الوطني الكردي لاستئناف المفاوضات الكردية المتعثرة سابقا؟ مساء الخير لك ولضيفك العزيز الاستاذ فؤاد عليكم. صراحه انا اظن قوات سوريا الديمقراطيه اليوم هي تلعب دور الوسيط وليس طرفا، يعني ان صح على صح ان الحزب الاتحاد الديمقراطي او احزاب
وحدة الوطنية كما سمت نفسها المجموعة التي اليوم تحاور المجلس الوطني الكردي هي من قبلت بالشروط، ولكن بضمانة أمريكية وضمانة قوات سوريا الديمقراطية. اليوم قوات سوريا الديمقراطية تحاول وبقيادة الجنرال مظلوم عبدالله تحاول أن تقدم نفسها كوسيط منذ البداية، وهي من مصلحتها أيضا يعني كونها هي الحليف الرسمي لقوات سوريا اللي هي قوات التحالف والقوات الأمريكية، كون الإدارة الأمريكية لم تعترف سياسيا حتى الآن بالإدارة الذاتية، فهي تجد نفسها خارج لعبة الحوار وتحاول أن تلعب دورا حتى تثبت لشريكها العسكري أنه من الممكن أن تتوسع هذه الشراكة لتكون شراكة سياسية على قاعدة تفاهمات بين مكونات المنطقة ابتداء من الحوار الكردي الذي كان من البداية يعني أن هذه خطوة أولى نحو حوار أشوري أشوري وحوار عربي عربي ليتم في النهاية أن يكون هناك حوار كردي عربي أشوري لكل مكونات المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ أمريكي أو من مناطق الإدارة الذاتية حاليا. نعم سيد فؤاد عليكم، يعني ما الذي اختلف الآن أو ما الذي تغير حتى تزيد واشنطن من ضغوطاتها على الأطراف الكردية من أجل استكمال الحوار الكردي الكردي؟ أعتقد مرتبط بالسياسة الأمريكية في عهد بايدن وهو سياسة تبريد الجبهات ومحاولة إحلال التوافقات في كل منطقة وحتى في سوريا بشكل عام. يعني حاليا لا يوجد خطة عمل مدروسة صادرة من الإدارة الأمريكية الجديدة بالنسبة للملف السوري ككل، لكن نحن نتفائل أنه بلقاء بايدن مع بوتين بلقاء بايدن مع الرئيس أردوغان قد يتبلور شيء من الحل. إلى ذلك الحين هناك منطقة شرق الفرات وهي عمليا تحت الرعاية الأمريكية العسكرية والسياسية إلى آخره، فالأمريكيين يريدون أن تكون هذه المنطقة على الأقل مستقرة، ولذلك نقطة الاستقرار البدائي أن يكون هناك تفاهم بين المجلس الوطني الكردي وبي واي دي ومن ثم بين الأكراد وعرب شرق الفرات ومسيحيها أو السريان يعني، وبعدها حسب التصور الأمريكي أن تكون هناك موقف موحد للمعارضة السورية بمعنى غرب الفرات وشرق الفرات يجب البحث عن آلية للتوافق بينهما حتى يشكلوا قوة ضغط على الأرض في مواجهة التفاوض مع النظام السوري. يعني مجموع هذه المساحة تقريبا يعادل نصف سوريا، إذا حسبنا شرق الفرات مع غرب الفرات حتى إدلب تقريبا يعادل نصف مساحة سوريا، سكانيا أكثر من ثلثي سكان سوريا إذا حسبنا الأكراد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا وفي إدلب وفي الباب وفي شرق الفرات. فإذا سوف يكون هناك ورقة قوية بيد أمريكا أمام روسيا بأن نصف الشعب السوري ونصف المساحة السورية هنا، وإذن لابد من وجود حل بعكس ما يقوم الروس أنه الموضوع انتهى واللعبة انتهت والنظام أصبح مسيطرا وبحكم الواقع يجب أن يتم تأهيل النظام دوليا. برأيك ماذا عن يعني البي واي دي كما تحدثت وأيضا عن العرب، كيف سيكون مستقبل العلاقة بين مختلف هذه الأطراف؟ حقيقة هناك إشكالات، يعني تعرفون أنه بي واي دي شئنا أم أبينا لها علاقة قوية مع حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني مصنف من قبل أمريكا وتركيا وأوروبا كمنظمة إرهابية، كما أن بي واي دي مصنفة من قبل ائتلاف أيضا كمنظمة إرهابية. إذن هناك صعوبات ولكن لا يوجد شيء مستحيل في السياسة إذا هناك جدية أمريكية وإذا كان هناك توافق تركي أمريكي سوف يتعالج هذه القضايا لا أستطيع أن أقول بسهولة ولكن غير مستحيلة. يعني هل تتوقع أن تقدم تنازلات يعني البي واي دي في المستقبل؟ بالتأكيد إذا لم يقدم تنازلات لا يمكن إيجاد مخرج أو حلول، يعني فمطلوب منها تقديم تنازلات قد تكون بالنسبة لها مؤلمة ولكن بالنسبة للسوريين ليست مؤلمة، يعني قد تكون مشجعة وإيجابية. نعم سيد باز بكاري، بخصوص هذا الأمر أنت ماذا تتوقع يعني من ناحية العلاقات بين المجلس الوطني الكردي قوات سوريا الديمقراطية والبي واي دي؟ صراحة يعني الأساس السياسي أو الرؤية السياسية التي تم التوافق عليها يعني شيء يبنى عليه، والمصلحة يعني مصلحة الكرد في سوريا اليوم هي في التوافق والوصول إلى نقاط مشتركة.
الحديث عن وحدة اندماجية كاملة وتوحيد الآراء في كل المواضيع هي هو أمر مستبعد وهو أمر غير صحي، يعني الاختلاف هو الأصح، ولكن الخلافات الحالية وعمليات التقويم التي حصلت على مدار ما يقارب العقد يعني من الزمن كانت سببا في خسارة الكرد لثلاثة مدن على الأقل لصالح تركيا التي احتلت هذه المدن. نتيجة يعني من الأسباب كان حالة تشرذم الكردي. اليوم أيضا القوات الأمريكية أو واشنطن بشكل عام يعني هي تقوم يعني تشترط أن تكون هناك أن يكون هناك توافق كردي كردي ليكون هناك دعم للكرد في سوريا، وحتى هي لصالح القضية السورية ككل. يعني كما تفضل الأستاذ فؤاد عليكو، يعني مسألة المشروع الذي يعول عليه الآن أن تكون اللبنة الأساسية هو حوار أو توافق كردي كردي يتطور إلى توافق بين مكونات المنطقة، ويمكن البناء عليها لبناء جبهة معارضة في مواجهة النظام السوري الذي يتبجح بأنه ليس هناك معارضة موحدة، الذي يدرك الآن حجم الخلافات والهوة التي حصلت بين الكرد السوريين كمعارضين أصلاء، وأقصد هنا يعني ما أعني للنظام السوري منذ البداية، وبين القوى المعارضة الحالية التي بصراحة يعني موقفها من الكرد هو موقف يعني حتى قبل أيام كان هناك المعارض السوري نصر الحريري دعا إلى احتلال تركيا للمدن الجديدة. يعني هذا الأمر يجب أن يكون هناك محاولات جدية أو أن يكون هناك عمل حثيث لإرقاء هذا الصدع والخروج من الدول من المدن المحتلة، إعادة المهجرين إليها. هذا الأمر يعني أظن أنه إن صحت أو إن تمت هذه الخطوة الأولى من توافق كردي كردي سيمهد العمل ليكون هناك بناء جبهة معارضة خاصة أن المجلس الوطني الكردي اليوم موجود ضمن الائتلاف. القوات السورية الديمقراطية هي قوة عسكرية قوية على الأرض، هناك إدارة محلية بكرهم كل عيوبها ولكنها موجودة، ويمكن البناء على أساساتها بعد تعديل ما يجب تعديله. مسألة الحزب الاتحاد الديمقراطي وحالة الهيمنة التي كانت موجودة وحتى الآن موجودة إن تم التخفيف منها، ووجود حالة توازن سياسي في المنطقة بين كل المكونات السياسية للمنطقة سواء على أساس عرقي أو على أساس ديني أو على أساس تيارات سياسية، كل هذا يمهد لبناء جبهة معارضة في مواجهة النظام السوري، والتأكيد على أن القضية السورية يعني مستمرة، أن وهذا يعني هذه من يجب أن تكون نتائج الثورة. يعني لا يجب أن ننظر إلى الحوار الكردي الكردي بأنه شيء منفصل عن المسار السياسي السوري، يعني أو أن نعريها من الحالة الوطنية. الحالة الكردية أو الحوار الكردي الآن هو جزء من الحوار السوري، ومن على أساسها ممكن البناء، ولكن يجب أن يكون هناك تنازلات من جميع الأطراف، يجب أن يكون حتى المعارضة السورية أيضا مطالبة كما الاتحاد الديمقراطي مطالب بكثير من الأشياء. المعارضة أيضا مطلوب منها أن يكون لديها شخصية سياسية اعتبارية حقيقية ولا تكون تابعة لأي دولة إقليمية، على سبيل المثال تركيا. هناك بعض الأطراف المعارضة تابعة لروسيا التي هي داعمة للنظام. يعني كلها يجب أن يكون هناك التأكيد على أن نستفيد من الدعم الأمريكي الموجود، ولو أن الأمريكا أيضا دولة يعني خارجية، ولكن اليوم هي المشروع تطرح المشروع الأفضل أو الأقرب إلى طموحات الشعب السوري الذي ثار على النظام. يعني روسيا تطلب منا أن نستسلم للنظام، تركيا تطلب منا أن نمشي على هواها وعلى حسب مصالحها، تسلم المدن وتحت المدن تسلم المدن للنظام حسب التوافقات مع روسيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تبدو الخيار الأقرب ولو بكل علات هي الخيار الأقرب لنتوافق مع مشروع السياسي، والتي يبدو أنها تعود اليوم إلى الساحة السورية بقوة أكثر. يجب أن نتماشى مع هذا المشروع لعل وعسى أن نخرج من هذه الأزمة التي نحن فيها، سواء على الجبهة المعارضة أو على الجبهة السورية بشكل عام. الأزمة السورية بشكل عام التي يعني أنهكت الناس من ملاجئين ونازحين ومهجرين. ومن هذا الحديث سيد فؤاد عليك أريد أن أسألك، يعني هل تريد إدارة بايدن أن تدشن عودتها للملف السوري من البوابة الكردية برأيك؟ أعتقد إذا قلنا من البوابة الكردية، البوابة الكردية مفتوحة منذ عهد ترامب، يعني بدأ الحوارات تقريبا بأوائل 2020 وحتى الآن، ومنذ 6 شهور تعثر يعني المفاوضات بين الطرفين. لكن أنا بتصوري بايدن ناقش الملف السوري مع بوتين ومع الرئيس أردوغان، مع الرئيسين. وعندما يعود المبعوث المباشر للإشراف على المفاوضات الكردية يعود لواشنطن ثم يرجع، أعتقد سوف يهتم في هذا الملف، لأن نقطة التفاهم في شرق الفرات كإدارة يجب أن يبدأ بالحوار الكردي ومن ثم الحوار العربي.
وإلا لا يتحقق، لأنه حتى إذا كان هناك مجلس سوريا الديمقراطية مكون من الأكراد والعرب وتابعين لقسد أو تحت اسم مسد، لكن هناك أيضا بالنسبة للمجلس الوطني الكردي هناك جبهة الحرية والسلام تتكون من تيار الغد والمنظمة الديمقراطية الآشورية. إذن عرب المنطقة ومسيحيي المنطقة وأكراد المنطقة منقسمين إلى تيارين، لابد من توحيد هالتيارين لحتى تكون المرتكز للمرحلة الثانية وهو توحيد المعارضة السورية. نعم، عضو المجلس الوطني الكردي فؤاد عليكو، شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر أيضا للصحفي باز بكاري كان معنا من العاصمة الفرنسية باريس، وكل التقدير لكم مشاهدين على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.